إذا المتابعين الكرام، مرحبا بكم جديد في بث مباشر جديد من مدينة طنجة. كنرحبوا بكم متابعينا الكرام، وصباحكم مبروك. أجواء جميلة بمدينة البوغاز، أمطار يعني تساقطات مطارية، وبالرغم من ذلك فعلى عكس مدينة الدار البيضاء اللي كنشوفوا فيها فيضانات يعني وودان في شوارع المدينة، فبالعكس يعني في مدينة طنجة كنشوفوا أجواء جميلة. متابعينا الكرام، كيف كتلاحظوا معنا يعني أجواء كيف قلنا شتوية وأجواء جميلة. متابعينا الكرام، فصباحكم مبروك متابعينا الكرام من جميع أنحاء العالم. صباح الخير الجالية ديالنا فينما كانوا. كيف كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، يعني أجواء جميلة هنا بمدينة طنجة، ويعني بالجمالية ديالها وبالجمالية ديال البحر ديالها. كيف كتشابهوا معنا متابعينا، ناس هنا يعني كيديروا الرياضة، فأجواء كيف قلنا جميلة. كيف سبق وذكرنا متابعينا الكرام، على عكس يعني مدينة الدار البيضاء، فمدينة طنجة بالرغم من التساقطات الحمد لله المطارية، فأجواء هنا جميلة وشوارع يعني تبارك الله نقية. كنشوفوا يعني البنية التحتية الرديئة اللي كانت في مدينة الدار البيضاء، واللي شفناها في هذا الثلاث أيام الأخرى، يعني بفعل هاد التساقطات اللي كانت اللي عرات لنا يعني واحد الواقع ديال واحد البنية التحتية اللي مؤسف ومؤسف بزاف. نتمنوا من الله العلي العظيم يعني لأن هذه الأمور تصلح وتقاد إن شاء الله في أقرب وقت. فكيف ما كيقولوا الإخوان يعني طنجة هي العالية، فبالضبط يعني مدينة طنجة بالجمالية ديالها وبالرونق ديالها. فأي واحد يعني كيجي كيستمتع بالمناظر الجميلة ديال مدينة طنجة، وكذلك بالناس اللي ديالها اللي معروفين يعني بالسخاء وبحسن الضيافة وبحسن الاستقبال. يعني مدينة طنجة كتبقى مدينة يعني معلمة بوحدها، يعني كيف كنقولوا متابعينا الكرام. فغادي نخليكم مع هاد الأجواء وهاد الصور الجميلة متابعينا الكرام، كيف قلنا وسبق مدينة طنجة. باش نعاودو نذكرو يعني متابعينا الكرام وحنا في هاد الاجواء الممطره، فما نساوش على اننا يعني مازال يعني كنتحاربوا مع واحد الفيروس اللي هو فتاك، اللي كنتمنوا من الله العلي العظيم على ان هاد الامطار ديال الخير اللي كتنزل علينا في هاد الايامات وفي ارجاء البلاد تكون فاء الخير علينا، وبهذا ان شاء الله يتنقص عدد الاصابات ويتحبس علينا كاع هاد الوباء هذا باش نرجعوا يعني لحياتنا الطبيعيه. يعني اكيد على اننا الكل متابعينا الكرام شفنا بعض الصور لبعض من المدن او لبعض المناطق من المدن اللي تحولت للبحار والمسابح والويدان، يعني في ظل هاد التساقطات المطارية. يعني نتمنوا من الله العلي العظيم على ان هذا وهذا الشيء اللي تعرف هاد
الايامات اللي فيها هاد الامطار هادو، نتمنوا من الله العلي العظيم على انه يعني يحرك واحد القلوب ديال المسؤولين ويعاودوا ينوضوا يعني يخدموا يعني بزاف. مازال كاينه الخدمه، مازال كاينه الخدمه. نتمنوا من الله على ان الشركه المكلفه كذلك تعيد النظر في بزاف ديال الامور، خصوصا على اننا يعني شفنا ناس مساكن اللي تكرفصوا، ناس اللي في احياء شعبيه ما نعسوش، الناس اللي مساكن دخل عليهم الماء، الناس اللي كانوا جايبين وليداتهم اولا غاديين بوليداتهم لشي بلاصه فاذا به يعني كيغرق هو ولده في طوموبيل في شارع، يعني بزاف ديال الامور. نتمنوا من الله العلي العظيم. وبهذه المناسبه يعني فما نساوش على اننا يعني نشكروا حتى يعني الناس ديال الدراري الشباب ديال الدروبه ولا هذه، يعني فيما كيبان لهم المشكل اولا شي بلاصه في يعني غارقه ولا محبوسه، فكيحاولوا على انهم يخدموا جاليا باش يسرحوا كيف كنقولوا يعني دوك القوات وباش يديروا الطريق للناس. شفنا يعني صور وفيديوهات مشاهده ولا في مواقع التواصل الاجتماعي ديال الابطال صراحه اللي الحب ديالهم والغيره ديالهم والحرقه اللي فيهم هي اللي خلاتهم على انهم يعني يدخلوا بحوايجهم وسط من الماء يعني يعاونوا الناس باش على انه باش يسرحوا الطريق ويسرحوا القواد، خصوصا يعني الناس مساكن ديال الكريانات اللي صراحه تكرفصوا بزاف صراحه. الاخ ميد كيقول طنجه لا شكرا كانك تتجول في مدينه اسبانيا. بالضبط يعني خويا، فالحمد لله في بلادنا فكل مدينه كتمتاز يعني بداك الشيء اللي هي كتمتاز به. يعني طنجه كتبقى واحده من المدن اللي فيها البحر تبارك الله، فيها الجبال، فيها الناس زوينين، فيها تقاليد بوحدهم. يعني شخصيا من المناطق المحببه عندي واللي كنبغي على انني يعني نجي ليها، ماشي غير انا يعني فجميع المغاربه. يعني طنجه بالنسبه لهم عروس، يعني مدينه اللي جميله بناسها وبتقاليدها وبالبنايات اللي فيها وبطنجه ككل، يعني مدينه خاصه عند جميع المغاربه. شكرا لك خويا وشكرا للناس ديال طنجه. شكرا لك خويا لطفي وشكرا للناس ديال مصر. كذلك اختي اكرام صباحك مبروك. ايوب الكحل في الجبال كاين الشتا. خويا ايوب يعني الشتا دابا خويا الحمد لله راه كاينه فيما مشيتي، غير الله يعطي علينا على قد النفع ان شاء الله يا ربي امين. يعني فا كيف كتشابه معنا مشابهينا الكرام، اجواء جميله واجواء شويه يعني مدينه اوروبيه كيف قال واحد الاخ، خصوصا في ظل هذه الاجواء الجميله. وكان حنا كنتابعوا يعني ناس اللي كدير رياضه، ناس اللي خارجين باش انهم يتمشاو شويه. تحياتي لجميع العاملين في إذاعة شوف تي في وجميع المتشبعين. شكرا لك خويا فؤاد، شكرا لك وتحية لك كذلك خويا.
فؤاد وكنشكرو خويا وكنشكرو يعني جميع المتابعين الكرام كيف ما قلنا في الاول يعني داخل البلاد او لا خارج البلاد. كنعرفوا لان كاينه كذلك جاليه اللي كتبعنا مساكن واللي كيبغيو يشوفوا يعني اخر الاخبار اللي كتكون في البلاد. كنجدوا بهم الترحاب وكنجدوا لهم الشكر كذلك متابعينا الكرام. اذا ومن هذه المناظر الجميله متابعينا فغادي نودعكم وغادي نهيو هذا البث هذا الى بث ان شاء الله لاحق ان شاء الله. شكرا لكم متابعينا وكيف قلنا يعني وحنا في هذه المناظر الجميله غادي نخشموا ان شاء الله هذا البث هذا. شكرا لكم وشكرا لتتبعكم متابعينا الكرام.